اهلا بيكم، تعالي نعمل مع بعض النهارده كيك النسكافيه او كيك القهوه بمكونات بسيطه سهله جدا وطعمها تحفه تحفه تحفه. يعني كل الناس اللي بتحب النسكافيه او بتحب القهوه هيحبوا الكيكه دي جدا جدا. انا عن نفسي عشقتها، خفيفه وهشه والصوص اللي فوق حلو جدا واقتصادي جدا. انا بس الفيومي، لو اول مره تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش لايك وشير للوصفه لو عجبتكم. ويلا بينا نبدا وصفه. اول حاجه للكيك هنحتاج كوبايتين كبار من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات العادي، هضيف عليهم معلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. ما تقلقوش، النشا مش بينشف الكيك خالص زي ما ناس كتير بتفتكر، بالعكس الكيك النشا بيخلي الكيكه خفيفه وهشه. هنخلهم بقى مع بعض كويس جدا وكده تمام. هضيف بقى اخر مكون في المكونات الجافه وهو رشه صغيره من الملح، بقلبهم مع بعض كويس وكده المكونات الجافه عندي بقت جاهزه. هجيب نص كوبايه من الميه المغليه، هضيف عليهم معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه وهقلبهم مع بعض كويس وهحطهم على جنب. هجيب الخلاط بتاعي وهنزل فيه بكوبايه الا ربع من السكر، 3 بيضات، ممكن تستخدموا بيضتين لو البيض عندك كبير، اصل البيض عندي كان صغير فاستخدمت 3 بيضات، نص كوبايه من الزيت وباكت من الفانيليا. هاخد كل الحاجات دي واضربها كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب بالمنظر ده بالظبط. هضيف عليهم كوبايه النسكافيه اللي عملناها وهرجع اضرب لحد ما يبقى المنظر كده. هنزل بيهم على المكونات الجافه وهبدا اقلب لحد ما كل حاجه تختلط مع بعضها كويس جدا جدا، واتاكد ان مفيش اي تكتل من الدقيق ويبقى بتبقى قوامها كده بالظبط. خلي بالكوا الكيك اللي بتتعمل بالميه المغليه زي ما عملناها قبل كده احسن كيك تعمليها عشان تحط لها صوص وتشربه، يعني الكيكه دي لما بضيف لها صوص بتشربه حلو جدا، بتبقى اسفنجيه جدا جدا. هجيب البايركس بتاعي همسحه مسحه من الزيت او مسحه من الزبده وبعدين هنزل بالكيكه. الفرن بتاعي متسخن على درجة حرارة 180 زي ما بنعمل الكيكة العادية بتاعتنا، بخبطه كده عشان اخرج منه الهواء على قد ما اقدر، مع اني انا بالعكس انا عايزة الكيكة يطلع فيها فراغات، كل ما كان فيها فراغات كتير كل ما كانت هتشرب الصوص بتاعي اكتر. تعالوا بقى نجهز الكريمة اللي هتتحط فوق. هحتاج 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم 3 معالق كبار من النشا، 6 معالق كبار من السكر، و 3 معالق كبار من الكاكاو المحلى. انا مستخدمه نسكويك، استخدموا اي نوع، ممكن كمان تستخدموا كاكاو خام. هضيف بقى يا معلقه كبيره من النسكافيه، هضيف كيس 3 في 1، هقلبهم مع بعض كويس وبعدين هنزل بكوبايتين ونص من اللبن وهقلب كويس لحد ما كله يختلط مع بعضه وميبقاش فيه اي تكتل من الدقيق، وبعدين هرفعه على النار وافضل اقلب لحد ما اوصل للقوام ده بالظبط. بودنج تقيل تقيل جدا، يعني انا عايزاه تقيل بالمنظر ده بالظبط. هنزل بقى بيه في طبق، وتقدروا تقفوا عند الخطوه دي وما تكملوش اللي انا هعمله كده، انا عندي بودنج تمام جدا هنقدر نكمل بيه الوصفه بتاعتنا، بس انا عايزه الصوص يبقى غني شويه فهضيف عليه معلقه كبيره من الزبده، دي اختياري تماما. هحط الزبده بتاعتي وهقلبها لحد ما تدوب كده في حراره البودنج اللي احنا عاملينه. الخطوه بقى اللي انا بعملها دي مهمه جدا، انا هغطي السطح بتاع البودنج اللي انا عاملاه كويس جدا عشان ما يعملش طبقه، اي حاجه فيها نشا بتعمل طبقه كده من فوق، وهسيبه في الثلاجه. هستخدم بقى باكت من الكريم شانتيه، تقدروا تبدلوه بكريمه لو عايزين، بس يعني الكريم شانتيه اوفر وبيديني برضو القوام اللي انا عايزاه، مش محتاجه خالص الكريمه. هضيف عليه كمان معلقه صغيره من النسكافيه وربع معلقه صغيره من الفانيليا، وبعدين هنزل بنص كوبايه من اللبن يكون مجمد بالمنظر ده، تقدروا تضيفوا ميه لو عايزين برضو بس تكون ميه مجمده، وهفضل اضرب بقى لحد ما يبقى عندي قوام كريمي كده بالمنظر ده بالظبط. شايفينه عامل ازاي؟ انا عايزاه تقيل عشان كده نضفت تقريبا نص كوبايه بس من اللبن، او تقدروا تمشوا على المقادير اللي مكتوبه على الباكت بالظبط. بصوا بقى بشيل الكيس بتاعي بعد ما برد، شايفين الحته اللي دخل فيها هواء عمل الطبقه ازاي؟ تخيلوا بقى لو كانت الطبقه دي كلها من فوق مش هتبقى الطف حاجه. بس كده بصوا عامل ازاي، اصلا هو ده لوحده بيتاكل كده، يعني ده لوحده كده على جنب نقدر ناكله لوحده. هنزل بيه بقى على الكريم شانتيه اللي انا ضربته وهبدا اقلب، عايزاهم كلهم يختلطوا مع بعض كويس جدا ويبقى كلهم ما فيش اي تكتل فيه. بس بقى تعالى ننزل في طبق كبير عشان الطبق ده كان صغير جدا ما عرفتش اقلب فيه. هنزل بقى بيهم كلهم على بعض، وحتى بالمضرب كمان اسهل لنا عشان اتاكد ان كله اختلط مع بعض. بس بقى عندي اطعم كريمه ممكن تاكلوها في حياتكم، انا عايزه اقول لكم ان فضل منها شويه كانت رهيبه، كانت رهيبه جدا، يعني حطيتها في التلاجة كان طعمها حلو قوي لوحدها. تعالوا بقى نجهز الصوص اللي هنسقي بيه الكيكه بتاعتي. هحتاج كوبايه ونص من اللبن، هحط عليهم معلقتين كبار من السكر
ومعلقتين كبار من النسكويك او القهوه الكاكاو المحلى، هقلبهم مع بعض كويس. مش بحط بقى قهوه تاني، كفايه عليا قوي قهوه كده. قلبتهم مع بعض كويس جدا لحد ما دابوا، ودي الكيك بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. اخذت تقريبا من 30 ل 35 دقيقه في الفرن على حسب كل نوع فرن، بس انت في كل الاحوال ما تفتحيش عليها قبل نص ساعه. بطلعها من البايركس بتاعي، وتقدروا تكملوا في البايركس الخطوات فوق ورا بعضها من غير ما تعملوا الخطوه ان انا اشيلها من البايركس، بس انا بحب اعمل كده، بحب اشيلها واغسل البايركس كويس وارجع استخدمه تاني. انا بقى عايزه اساوي سطح الكيك بتاعي، وخصوصا ان انا عايزاه يشرب الصوص اللي احنا عاملينه ده، فانا لما بشيل الطبقه اللي فوق دي بيشرب الصوص حلو جدا. بصوا الكيكه مليانه فراغات، وانا متعمده انها تفضل كده، يعني انا ما خبطتش جامد، خرجت منها الهواء ولا عملت اي حاجه، انا عايزاها كده بفراغاتها كده عشان تشرب الصوص. بعد ما سويتها هنقلها في البايركس، وبعدين هنزل عليها باللبن والكاكاو والسكر اللي احنا عملناه مع بعض. تقدروا تحطوا بدل الكاكاو المحلى كاكاو خام في كل الوصفه على فكره، يعني تقدروا تستغنوا عن الكاكاو المحلى وتخلوه كاكاو خام زي ما انتوا عايزين. بس هسيبه بقى في التلاجة لحد ما يتشرب الصوص ده تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة هنزل عليه بالكريمة اللي احنا ضربناها مع بعض، وهبدأ أساوي السطح بتاعها. بصوا يعني هي أبسط حاجة في الدنيا، سهلة جدا. تقدروا تستغنوا عن الكريم شانتي لو هو انتوا شايفينه مكلف بالنسبة لكم، وتكتفوا بالبودنج اللي احنا حطناه، بس تخلوه خفيف شوية عن اللي انا كنت عاملاه، وتستخدموه برضو مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى اوريكم اسهل واوفر تزيين ممكن تعملوه في حياتكم. الكيك اللي احنا شلناها من فوق هحطها في الكبه. تقدروا اصلا تزينوا باي حاجه، بشوكولاته مبشوره، برشه من الكاكاو. ضفت عليهم معلقه من الكاكاو وضربتهم لحد ما بقوا بالمنظر ده بالظبط، كان زي حبيبات الرمل كده، شايفين منظرهم؟ هو ده اللي انا عايزاه. بس بعد ما سبت البايركس بتاعي في الثلاجه تقريبا لمده ساعتين، هنزل عليه بقى باللي انا عملته. تقدروا تغطوا بيه الكيك كله وتحطوه في الاحرف زي ما انا هعمل. يعني اعملوا اسهل حاجه واوفر حاجه بالنسبه لكم. انا هعمل كده زي خط امشي بيه على الحرف بتاع البايركس بتاعي كله، عشان كده بقول لكم ده ارخص وابسط تزيين ممكن تعملوه في حياتكم، انكم تاخدوا بواقي الكيك وتضربوها. واصلا انت للوهله الاولى اللي بيبقى شايف ما بيبقاش عارف من يعني دي شوكولاته ولا دي بواقي كيك ولا دي ايه بالظبط اللي فوق. عشان كده انا بقول لكم دي هي سهله جدا. تقدروا تجيبوا شوكولاته وتبشروها على الوش وخلاص على كده تمام، رشه من الكاكاو ورشه من النسكافيه زي ما انتوا عايزين. انا رشيت بعد ما عملت برش رشه من النسكافيه. بصوا هي اوفر دوز كاكاو، اوفر دوز قهوه، يعني الناس اللي بتحب القهوه هتعشق. انا عامه حبيتها جدا لاني انا بحب النسكافيه جدا. واي حاجه بقى في النص تحطوها كده، اكتفوا برشه النسكافيه، اعملوا زي ما انا عملت، زينوا بالمتاح عندكم. يعني بلاش نعقد نفسنا ونقول لا لازم نعمل كذا عشان يطلع كذا، فاحنا نعمل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها بابسط الحاجات وباوفرها. انا سبت بقى البايركس بتاعي ده في التلاجة على الاقل 4 ساعات 5 ساعات عشان يتماسك كده مع بعضه. ولو عندك ضيوف بقى وعايزه تعمليها، اعمليها من قبلها بيوم، يعني اعمليها من قبلها بيوم وحاولي تغطي البايركس بتاعك وتدخليه للتلاجه. بصي هتبقى رهيبه، كل ما بتقعد على فكره كل ما بيبقى طعمها احلى. بصوا بقى عامله ازاي، تحفه. عايزه اقول لكم انا من الجبروت كلت معاها يعني جنبها شربت نسكافيه، عشان انا بحب القهوه جدا يعني. بصوا عامله ازاي وشاربه بقى كل الصوص اللي تحت ده، فهي كريمي جدا 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 يعني جدا. انا كتب لي كومنتات كتير ان انا بقول جدا كتير، بس مش عارفه ابطلها الصراحه. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، وبصوا الطبقه اللي فوق دي بقى، يعني اللي يشوفها الاول ولا يقول لك دي كلها كريم شانتي او دي كلها كريمه، في حين ان احنا مستخدمين كيس واحد بس من الكريم شانتي. بس اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه. مش تكتبوا لي في الكومنتات عن رايكم في الوصفه او عن اي وصفات تانية عايزين نعملها لكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، وباي باي.